مكوناته بيبقى جزر، بجيب الجزر وببشره، جزر طازه وببشره فبيتبشر ناعم، يعني الجزر نفسه ببشره ناعم ما بيبشرش خشن. وبعدين بحط عليه كراويه، وبحط عليه زيت زيتون، بحط كميه زيت زيتون كافيه هنا، وبحط عليه كمان ثوم مبشور. جيب ثوم مبشور هنا واقلبه عليه، ونحط معاه بقدونس مفري، او ممكن اخلي البقدونس ازوق بيه فوق في الاخر احط عليه. لو حبيت احط عليه موارد ممكن احط عليه موارد، شويه موارد صغيرين، او ممكن ما احطوش لو انا ما حبيتش الطعم دوت في قلب السلطه بتاعتي، لكن ريحته ونكهته بتديله ريحه كويسه. الكراويه مسكره شويه، كمان الجزر مسكر شويه، يا دوبك اللزعه هتيجي بس من التوم اللي موجود. وزي ما قلت طبق مشهور جدا او سلطه مشهوره جدا، دي جاهزه ان انا اقدمها. لو حبيت طبعا بتبلها بشويه ملح صغيرين، ما بكترش الملح، ودي بتبقى جاهزه للتقديم. هجيب الطبق اللي اقدمها فيه وبحطها هنا، اتاكد ان كل حاجه هنا جوه في الطبق من جوه، ودوت ممكن ازوقها ببيض مسلوق، لكن انا مش هزوقها ببيض مسلوق. والسبب ان انا هقدم سلطه تانية، وسلطه تانية مشهوره وبتتقدم برضو بكثره في تونس، وهي السلطه المشويه. السلطه المشويه عباره عن بيبقى فلفل اخضر بجيبه وبشويه، طماطم نفس الشيء بجيبها وبشويها، بعد ما بشويها بقشرها بيكون ده شكلها، وكمان بجيب بصل، البصل بحطه في الفرن زي ما هو كده وبشويه، وبعدين بقشره بيكون ده الشكل بتاعه. فبجيب السكينه وبقطع الحاجات دي، يعني مثلا بجيب البصله وبتعامل مع كلهم بنفس المقاس، يعني بقطع مثلا البصل بالحجم ده، اجيب دوت واقطعه لقطع صغيره، وبعدين بحطه في قلب السلطانيه. فديت اسمها سلطه مشويه. فبعمل نفس الحكايه مع الفلفل ومع بقيه الحاجه. في الاول عايزين هنا ما ننساش نجيب هنا حته نمسك بيها، ما ننساش الفراخ بتاعتنا اللي احنا بنسويها، هقلبها مره كمان هنا. دي جاهزه ان انا ممكن اضيف عليها الطماطم، وممكن اضيف عليها المرقه، واسيبها تستوي وتبقى جاهزه للتقديم. نجيب صلصه، نجيب الاول شويه شطه زي ما وعدتكم، نحط شويه شطه مطحونين طازه، دي شطه صحيحه حاططها هنا، وبطحنها زي ما بطحن الفلفل الاسود بطحن الشطه، فطبعا بتدي طعم جامد وقوي، فما بكترش منها. وبعدين بحط شويه صلصه الطماطم ومرقه، بحط مرقه تكون كافيه ان انا اسوي فيها الفراخ ديت. هغطي دوت، و نيجي هنا نروح لبقيه، كنت جاي اخد معلقه لو فاكرين. فممكن طبعا نعمل حاجتين في وقت واحد او ثلاث حاجات واحنا ماشيين في السكه، كمان عملنا سلطه جزر. فارجع هنا للطبق اللي احنا قلنا عليه اللي هو اللي فيه الحاجات المشويه ديت. بقيه الحاجات المشويه هتكون ايه؟ هتكون عباره عن طماطم، فانا قطعت الطماطم هنا صغير، وقطعت البصل رفيع زي ما شفنا، والفلفل شلت البذر منه وقطعته، فده الشكل بتاعه. فكلمة مشوية بتتشوي على النار شوية، بتدخل الفرن تكمل سواها. وبعدين بجيب بقية الحاجة ديت، ممكن اتخلص من دي هنا. دي بيدخل في قلبيها الكيبرز اللي هو الكابري، اللي هو نوع من انواع التوابل بيبقى اخضر زي ما احنا شايفينه دوت. بجيبه بفرمه، بفرمه ناعم لان قوي طعمه لازع وقوي. هحط شوية منه هنا، وبعدين بحط شوية عصير ليمون صغيرين، وبعدين بتبل ديت بملح وفلفل، واحط كمان معاها زيت زيتون. نجيب شوية زيت زيتون نضيفهم ونقلب. الطاجن اللي احنا عملناه نواصر بيتقدم معاه السلطة المشوية. فانا هاجي هنا، عندنا هنا حطينا زيت الزيتون، احط شوية ملح شوية فلفل اسود، بقيت المكونات هنا شوية ملح صغيرين فلفل اسود بطحنه طازة، حطهم عليه، ودي هتبقى جاهزة للتقديم.
وكمان ديت ممكن ازوقها بالزيتون. لو انا هقدم الطاجن دوت او النواصر ديت لو قدمتها بحط الزيتون من على الوش، لكن لو قدمتها بجانب السلطه المشويه يبقى اذا هحط الزيتون على جنب، لان الزيتون السلطه المشويه بيتقدم معاها كده كده بيتقدم معاها الزيتون. فهحط هنا السلطه، وبعدين بجيب بقيه المكونات اللي هي هتزوق بيها، اللي هي بتكون عباره عن بيض وزيتون. اجيب زيتون اخضر حط شويه هنا، واسيب حته واحط شويه تانيين، وهكذا حط شويه هنا شويه هنا، وكمان بحط زيتون اسود معاهم. لو حبيت ممكن اقطع زيتون اسود، لو حبيت اشيل البذر منه ممكن اعمل كده، لكن لو حطيته بالبذر بس بخلي الضيوف يعرفوا ان في بذر من جوه. ولو حبيت اقطعه زي ما قلت ممكن اقطع وازوق بيه من فوق. ودي سلطة المشوية اللي ممكن لو حبينا نحط عليها تونة سردين انشوجة، لكن مش هتتماشى مع الاكل اللي احنا بنعملها دلوقتي. بحط كل دوت وباجي واجيب البيض، عندي بيض مسلوق واقطعه، ممكن اقطعه مربعات وازوق بيه، احط واحدة هنا واحدة هنا، او ممكن اقطعه دواير. بالمناسبة للدواير في طبق بيتعمل في تونس بيبقى لحمة المفرومة بيتحط فيه البيض المسلوق، ولما بيقطعوه بيبقى مدور كده بيسموه عين البجرة. فدوت أصلا يعني طبق تاني بطريقة تانية. نقطع هنا كام واحدة دايرة من دول نزوق بيهم، وبعدين نرشهم بشوية بقدونس، ودي هتكون جاهزة للتقديم. حط شوية بقدونس عليها. دي السلطة المشوية اللي هنقدمها بجانب الطبق بتاعنا.